عودة الشلة بعد أدائهم العمرة، نارين بيوتي آخر رمضان مع عائلتها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي اللي نشرت ستوري طرحت من خلالها هذا آخر رمضان في بيت عيلتها، ورمضان القادم راح تكون في بيت زوجها رامي. أيضا نارين صرحت إنه هي راح تعمل أول برنامج رمضاني في مسيرتها على اليوتيوب. والله أول ما فتحت عيني اتيي هذا آخر رمضان إلي مع أهلي، بعدين بروح بيت جوزي. صدمة عمري، قاعد أفكر هيك. والله يعني هلا الشهر الثالث اذا رح اتزوج بالصيف خلص هاد اخر رمضان، يعني رمضان الجاي يعني بصير ببيت جوزي. شوي غريب الشعور، ها ما بعرف، احترت على حالي شو بدي اعمل. ففورا رحت انه بدي اقضي وقت مع ماما والبنات، انه شو رايكم. اما اسم مروة فتفاعل بمجموعة من الستوريات بعد ادائهم مناسك العمرة. شوف هيدي صح صح ابو الزوز، صح اختي ساره، كيف لهلا؟ ميسره الحمد لله. اوكي الى السعي هلا، يلا بسم الله نكمل. خلصنا العمرة وهلا طالعين.